نحن خريجي المدارس العليا الأساسية بفاس، جئنا من أجل المطالبة بحقنا. نحن تلقينا تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا، وتلقينا التداري في الميادين. نحن دابا كنطالبوا بالحق ديالنا العادي والمشروع فقط. نحن ما جيناش نديروا الفوضى، وما جيناش نديروا قطعوا الطريق، ما جينا نديروا حتى فوضى. نحن كنطالبوا بحقنا، وكنطالبوا جلالة الملك بالتدخل العاجل في حل ملفنا العالق. حنا من هذا المنبر هذا كنقولوا جلالة الملك، حنا في ورطة وفي محنة، وهاد الناس راه كيكرفصونا هذه 6 شهور وحنا مكرفصين. كنطالبوا جلالة الملك بالتدخل العاجل، لأننا أسر ديالنا كتعاني، الآباء ديالنا والأمهات ديالنا راهم كيعانيوا من أجلنا، وراه ما بقى عندنا ما نخسروا. حنا غادي نموتوا من أجل حقنا العادل والمشروع. حنا مستعدين أننا نموتوا موت وحدة اللي كاينة. وهانتوما كتشوفوا الحالة ديالي أنا دابا، راه مني كنت تدخل راه ضربوني، كنا في الزحام وضربني شي واحد هكا، وانا دابا راه تضررت من هنا من هذا من المعده ديالي. حنا نقول اننا ما زلنا صامتون ولن نتنازل عن حقنا العادل والمشروع، الا وهو الادماج في الوظيفه العموميه التي تعاني اليوم خصاصا المهول. وبالتالي نناشد كافه الفئات الشعبيه، نناشد الاساتذه الممارسين، الاساتذه المتدربين، الحركه الطلابيه، الحركه التلاميذيه، كما نناشد كذلك كافه الهيئات السياسيه والنقابيه والحقوقيه والجمعويه من اجل الالتفاف حول هذه المعركه اللي اصبحت اليوم معركه وطنيه، معركه كل الشعب المغربي من اجل تحرير المدرسه العموميه.